هسه احنا نقول الكذاب الله يذبه بالنار، وكل من يتحمل تصريحه. عمي ماكو كذاب، هسه بس الصبر، هسه احنا مالاتنا ذني. مو عليك اناني. اناني اللي صرح كذب. سياسي عراقي بتصريح علني قال اجى 2500 جندي امريكي مقاتل دخلوا الى عين الاسد. هسه انا ياهل يجب ان يضبط الايقاعات. احنا لو الولد هذا الموضوع غير صحيح حقيقة من وجود قوات قتالية في العراق، لا وجود لقوات قتالية، لا وجود كذلك بالمقابل لمقاتلين يتبعون لجيوش إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية بصورة عسكرية قتالية، وإنما هنالك مستشارين يعملون على تدريب القوات المسلحة العراقية، يعملون على استدامة السلاح ذات المنشأ الأمريكي، ونحن اشترينا أسلحة من الشركات الأمريكية لوكهايد مارتن بطائرات الـ F-16، دبابات الإبرامز، عجلات الهامفي، كذلك الأسلحة التي استخدمناها الثقيلة والمتوسطة والخفيفة في القوات البرية العراقية، وهذا بالتالي ما يجعلنا نعمل على استدامتها من خلال المستشارين الذين يعملون على تطوير وتدريب وبناء قدرات القوات المسلحة العراقية في هذا المجال. زين، طيب المرات المعلومة مهمة، السياسة الذي طرح هذا التصريح هل تم الاتصال به ليؤكد لكم حقيقة المعلومات الاستخباراتية، وبالتالي أما أن تبنوا عليها أما أن تنفوها، وبالتالي هذا يسمح وذاك لا يسمح، صار هذا الدولة لا احنا اولا نجل الاحترام لكل السياسيين العراقيين، ونجل الاحترام لكل البرلمانيين العراقيين والقوى البرلمانية داخل قبة البرلمان العراقي وحتى خارج القوى السياسية العراقية التي تتهيى طبعا الانتخابات مجالس المحافظات، لكن بالمقابل الدولة العراقية ومؤسساتها من خلال قيادة العمليات المشتركة تسأل، يعني تسأل الأمكن أن هنالك مسارات لهذا السؤال، سواء أنه بسؤال مباشر، بسؤال برلماني، بمذكرة ترسل للحكومة العراقية، وهذا العرف حقيقة، والمسار البرلماني رأيناه يعني على مدى السنوات الماضية، وكذلك بالمقابل في الأشهر التي قادها الأستاذ محمد الشياع السوداني أجابت الحكومة العراقية على العديد من التساؤلات سواء من قبل مكتب رئيس الوزراء أو من قبل كذلك الوزارات العراقية، وأبواب الحكومة العراقية مفتوحة إن كانت على الجانب العسكري أو على الجانب المدني حقيقة في الاستجابة والإجابة على كل ما يسأل من قبل البرلمان العراقي أو كذلك القوى السياسية العراقية التي تقدم مذكرات التساؤل عبر البرلمان العراقي ومن ثم تذهب إلى الحكومة العراقية للإجابة عليها. هسه احنا نقول الكذاب الله يذبه بالنار، كل من يتحمل تصريحه. عمي ماكو كذاب، هسه بس الصبر، هسه احنا مالاتنا ذني. مو عليك اناني. اناني اللي صرح كذب. لا مو انا، حتى هو لا، احنا قواتنا المسلحة العراقية يعني اكثر من هاي الشفافية، حتى موازنتها تنشرها بصحيفة الوقائع العراقية بالموازنة الاتحادية لعام 23، يعني اكثر من هذا الوضوح اتوقع، ما باعدادها، ما اختلف على امكانياتها، بقدراتها، ببرامجها.